السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه مشترك في القناة، انزل اشترك في القناة عشان تصل كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه حبايبنا؟ وحشنا جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله. جايين لكم في فيديو جديد. احنا جايين نفطر ولا نتحدى؟ طلع في وقت واحد، احنا ما اتفقناش بصراحة. نخليها تحدي نفطر؟ لا خليها تحدي عشان ما نسيبش منه، نحاول ما نسيبش منه. لا لا خليها فطار. لا خليها تحت. لا لا. خلاص فطار عشان فطار. ابو محمد. بصوا يا جماعه، شيل معايا علي تقال جدا، اكبر سمكتين. انا كان نفسي اعمل تحدي. قربوا، شايفين السمك قد ايه؟ ابو محمد بيفتري علينا النهارده، وريب العرض. شايفين، وكل واحد طبق رز وطبق سلطه. طبعا محمد وطحينه. محمد هياكل فراخ مشويه وطحينه عشان ما بيملوش في السمك، صح؟ شيل الوحش بتاعك. عايز تاخد نص في نص تعرف تاكلها، اعمل كده. انت اخدت الاصغر وانا بقول لك شيل دي، طلعت ناصح. ايش يا اخي، وكل بقيه سلك بتاعتك؟ لا بسرعه، تسلم. هات معلقه بس. اللهم ازيكم، عاملين ايه؟ ازيكم. اشكر ماما امنة، تيتا امنة، بحبك امي تيتا امنة وانتي وماما روز، وبنحبكم كلكم يا جماعه. وانا هقول الاسامي بس، معلش اتلبخت اليومين دول وسامحوني. ده وحش فعلا يا علي. حوت. تسلم على مين انت؟ اتفضلوا معانا يا جماعه. اه والله الاكل عايزكم حبايب. حبايبنا كلنا ولا انت بس؟ الموضوع هيبقى صعب يعني. هو كان في التحدي يبقى حلو، بس الواحد يعني ايه، محمد ملوش في السمك ابدا. شوفين عامله ازاي يا جماعه. ما اقولكوش بقى على سمك بورسعيد. احلى يا جماعه الاسماك فين؟ سمك ولا فراخ؟ فراخ. حكا؟ رايك؟ بحبكم قوي. رايك السمك؟ بص انت بتبص فين؟ جميل. بجد السمك تحفة. بصراحة الأكل جميل. كبيرة قوي يا عم. سمكة كبيرة. كبيرة كبيرة. احنا ما صبيناش حاجة ساقعة. محمد عايز. محمد لازم يشرب يدلع. عايز ايه؟ الحاجة الساقعة دوك. انت جايب شويبس ولا جايب فيروز؟ شويبس انا ماس مش عارف برضه. ماشي ماشي. وفيروز اصل الدكتور اللي قايل لمحمد يا جماعه يشرب فيروز عشان اروق. مش عارف الفيروز متروق. موسى راكو موسى عندنا تيك. شفت عامله ازاي؟ جميله. مش عارفه اصبركم هجيبها كده. لا
لا ثواني مش هتنزل خلاص كفايه كده مش عايز تنزل. عمي سمك رهيب يا جماعة وده فظيع. اتفضلوا والله. انتوا عارفين بقى اخر ايام رمضان كل سنة وانتوا طيبين بنبقى ملبوخين عايزين اكل سريع. وقت لو طريقة الكحك والبسكوت هلقمت منوعات ومطبخ ومنوعات شوشو. مطبخ ومنوعات مين؟ شوشو ماشي يا شوشو. عاش يا ميدو. عاش يا شوشو. ده هو كده؟ تمام. انت مفتري. عايز اقول لكم ان انا صرت بعد الاكلة دي كوباية شاي ونخش على سريرنا. بس علي صوتك. احنا فعلا مطبقين من امبارح يا جماعه. عملنا البوتفور وزوقناه عشان نلحق نشوف بقيه بقى مصالحنا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين. بالنسبه للعيد طبقنا التاني يوم واخويا مشي الصبح عشان يشوفوا مصالحهم برضه. فالموضوع صعب. انا احمد فن في الجو حر. صح. عاملين ايه في الجو ده؟ جو حر جدا جدا جدا. ما عرف خلص خلصت واحنا بناكل. السمك ده مش كان عايز رز. السمك ده كان عايز يتاكل حالا. بس على فكرة هو كلامه مظبوط بتاع السمك. هيعجبني. بلدي. حامده او الفص طف من الوقت. محمد بقى بيحب الفراخ اكتر من السمك. بيقول لك محمد بيحب الفراخ اكتر من السمك. سيبه ما تلبخلوش من هنا وهنا. شايفين يا جماعة الفص عامل ازاي؟ فعلا يا جماعة من امبارح الصبح لغاية دلوقتي من النهر. حبك قوي يا ماما رودا. علشان كده شكرا لماما أنا. هتلاقوا شوشو وهتلاقونا قاعدين كده ايه. بس المشكلة إن احنا بنحب ايه نشارككم على طول أكلنا. اعذروني يا جماعه لو شكلي مرهق. تعبانه جدا والله العظيم. هو باين على وشك. ليه زعلنا عشاني
ومرهقة حسين. ربنا يخليك. انت بقيت كويس صح؟ اه هو رايق صح؟ مش عارف بس عامل ازاي. وكل واحدة يدعي لي دلوقتي هياخد بوسة. اشرب الحاجة الساقعة محمد. يا ريتني عملتها تحدي. لا بس لازم تاكله حرام، انت اللي جبته كله بقى. ابلع صح يا مامو؟ اه طلعي شتاتة كتير بجد حلو قوي. ماما بتقول لكم ادعوا لمحمد ربنا يشفيه يا جماعه. شايفه شمس من يوم سمنه جوه. انا نفسي اوريهم. عايز اوريها للناس. شايفين يا جماعه السمين؟ شايفين؟ بس انا مش بحب الحاجات دي. بص بص يا جماعه ده مكان البترول. شايفين السمونيه؟ في ناس بتعشق الحاجات دي قوي. اه انا كده تمام الحمد لله. ربنا يديمها نعمه علينا يا رب. كل اخويا كل اسخنا هات من دي كده. سلمتها اخويا سلمتها. انت زعلان عشان مين مشي النهارده؟ ومين واحمد. هو على فكره يا جماعه ما بيقول خالو وائل يقصد العيله كلها، فهو بيختصرها في خالو وائل. صح. والجرس بيضرب. استنى ما ننهي الفيديو. طب ماشي. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش بالله عليكم تدعوا لمحمد كتير قوي 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 اليومين دول. بالله عليكم في اليومين دول بالذات. وربنا يخليكم لينا يا احلى عيله يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. انت بتحبها قوي كده.